السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انا عندي حائط واخد هيئة ارك او دائري او قوس وعايز ان انا ابدأ اعمل فيه فتحات بشكل متساوي، في ناس استخدمت امر فويد تمام، لكن الامر بيبقى صعب جدا على الجهاز، يعني ممكن ترسم بشكل حلو لكن فعلا لما تيجي تشتغل بيضطر يعمل حسابات كتيرة فبتلاقي الجهاز هنج معاك. طيب تعالى نجرب طريقة تانية، وهو ان انا هعمله على هيئة باب، فاقول له فايل واقول له نيو فاميلي، هيفتح لي الفاميلي تمبليت، بس انا لازم ما اختارش الامبريال لان التحويل بقى في مشاكل يعني اليونت، واقول له ان انا عايز دور. خلي بالنا في دور وكيرتن وول، كيرتن وول لو انت تحطه في الزجاج، انا لا عايز اعمله عادي، واقول له اوبن. فافتح معايا بالشكل دوت، خلينا نشوفه في الاليفيشن بالشكل دوت. طيب انا مش عايز الفريم فاعمل له ديليت، وهنا دي الاوبننج تمام، هقول له اديت سكتش، عايز الجزء اللي فوق يبقى على هيئة ارك تمام، وانت بختار الارك الشكل الارك اللي انت عايزه تمام، ممكن تختاره مثلا بالشكل دوت، ولو في اي حاجة عايز تعمل تقفلها اقفلها، وطبعا لازم يكون خط واحد ما ينفعش يبقى فيه خطين. وتعالى نقول له اوكي ونشوف لو المقاس هنا اتغير ايه اللي هيحصل. خلينا نقول له المسافة من هنا لهنا اللي هي الويتس، لو اتغيرت الارك هيبقى مظبوط ولا لا. الويتس خليها مثلا 1500 واقول له اوكي تمام، اتعدلت بدون مشاكل خالص. يبقى انا كده عندي الباب ده كويس، فتقدر انت تعمله سيف وتسيبه مي باسم دور. طيب انا هقول له لود انت بروجكت، هو كده متحمل وينفع ان انا احطه في قلب الحيطه. طيب خلينا نرسم حيطه الاول، اقول له وول واختار بقى اي حائط اركتكتشر، اكيد مش كيرتن وول، جينيريك مثلا اهو، واقول له انا عايز ارسم ارك من هنا لهنا زي بقى ما انت عايز الارك، عايز تخليه زي دايره او بالشكل دوت. طيب انا عايز اخلي بقى ايه، ارسم الدور بتاعي اهوت، فاميلي 1 هبدأ احطه هنا مثلا، عمل لي الاوبننج. طيب انا ممكن اجي اعمل سيلكت كده تمام، وممكن استخدم بقى امر زي امر اري واقول له ان انا عايز ده يكرر معايا، ندخل الامر اري طبعا انا عايز يكون شكل دائري بالشكل دوت، وبيقول لي بقى فين نقطة المركز بتاعتك، فانا كتبت اس سي اللي هي سناب سنتر، دي هتبقى نقطة المركز تحتي. وبعد كده ممكن اقول له ان انا عايز اول واخر واحد، يبقى مثلا اول واحد، وعايزين كم مرة مثلا اربعة، وتعال نشوفها بقى في 3D هيطلع معايا بالشكل دوت. طيب في فريم احنا ممكن نكون نسيناه، هرجع هنا تعال نشوف بقى في 3D في بعضهم بيكون عامل الامام الخلفي في نفس الحاجة. طيب لود ونشوف بقى في 3D، يظهر معايا بالشكل دوت وهيبقى خفيف على الجهاز ومفيش مشكلة خالص.